يبقى هو الرئيس الشرعي للبرلمان، وقد رفع دعاوى قضائية وينتظر الفصل فيها من طرف القضاء، ولكن لا يهمنا نحن هذا كله، ما يهمنا أن يذهب من قرصن البرلمان عن طريق الكابنة ويترك البرلمان لحاله ويترك النواب لحالهم كي يختاروا من يسير شؤون البرلمان، خاصة ونحن نعيش أزمة سياسية حادة لا يمكن أن تسير هذه الأزمة من رموز النظام الذين أوصلونا ورموز العصابة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. نحن نستعمل كل الوسائل المشروعة والقانونية كي لا تنعقد جلسة الغد. نحن لا نستعمل وسائل القوة التي يستعملها بعض أشباه النواب التي استعملوها في أكتوبر عندما أغلقوا البرلمان. نحن لا نغلق البرلمان، ولكن سنستعمل كل الوسائل المشروعة القانونية لمنع هذه الجلسة كي لا تنعقد بحكومة طالب الشعب الجزائري كاملا بذهابها، ومن ثم نحن نستجيب لمطالب الشعب الجزائري، ولا يمكننا الخروج عن هذه المطالب.